مساعد رئيس تحرير مصر يوم. اهلا استاذ يسري، ازي حضرتك؟ يا عمرو مساء الخير، اهلا بيك. عرفنا النهارده انه المحامي او المحاميين بتوع كريم الهواري اللي هو المتهم في حادثة التصادم اللي توفى فيها مجموعة من الشباب خدوا كل واحد 3 سنين، ايه الحكاية؟ هو بالفعل النهارده كان محكمة جنح الشيخ زايد النهارده أصدرت حكمها على 4 متهمين، الـ4 متهمين خدوا 3 سنين مع الشغل. دول المحامين الخاصين بكريم الهواري في اتهامات انتحال صفة قضائية أثناء محاولتهم الاستيلاء على كاميرات المراقبة اللي سجلت الحادث اللي وقع في مدينة الشيخ زايد يوم الجمعة في بداية. يعني الحادث ده وقع فعلا؟ لأنه يوم ما احنا اتكلمنا عليه اتقال لا ما حصلش، مش بالظبط كده. فحضرتك بتقول لي انه المحاميين كانوا رايحين ياخدوا التسجيلات بتاعت الحادثة، يسرقوا تسجيلات الحادثة. المتهمين الأربعة منهم 2 كانوا حاضرين الجلسة النهاردة و2 هاربين، كانوا بالفعل انتحلوا صفة هيئة قضائية وقالوا ان هم اعضاء في النيابة العامة وراحوا ياخدوا الهارد الخاص بالتسجيلات دي، كاميرا المراقبة اللي سجلت ووثقت هذا الحادث اللي راح ضحيته 4 شباب في شارع النزهة قدام النادي الأهلي. والنهاردة المحكمة ادت للمتهمين الهاربين كفالة مالية 200,000 جنيه بخلاف 3 سنين على أساس إيقاف التنفيذ في حالة ضبطهم يعملوا حاجة اسمها إعادة إجراءات. النيابة العامة كانت حققت الواقعة دي مع المتهمين دول ونسبت ليهم انتحال صفة هيئة قضائية ومحاولة الاستيلاء على تسجيلات المراقبة. هم ادعوا في التحقيقات أو برروا إن هم في التحقيقات كانوا عايزين يروحوا يبصوا على الكاميرات عشان يقدموا طلب للنيابة العامة، لكن بمواجهتهم بمالك الفيلا الخاص اللي سجلت بالكاميرات المراقبة إن هو كان رايح النيابة يبلغ إنه فيه 4 جم للكومباوند اللي هو ساكن فيه وسألوا على كاميرات المراقبة وسجلوا في دفاتر الأمن إن هم أعضاء هيئة قضائية ورايحين يبصوا على الكاميرات. هو ملك الفيلا قدم للنيابة العامة مقاطع بتثبت إن هؤلاء الأربعة هم وداخلين وهم وخارجين لما هو تشكك في الأمر وقال إن كنتوا مش أعضاء هيئة قضائية، فقالوا لأ ومشي وانصرفوا دون إن هم يحصلوا على أي حاجة. الراجل هو رايح يقدم بلاغ قدام النيابة العامة، تصادف إن هو في 2 من المحامين دول موجودين في مقر النيابة لاستفسار عن قضية كريم هواري، فدخل لرئيس النيابة وطلب منه إن يثبت إن هو الاثنين اللي مقدم ضدهم البلاغ موجودين خارج مكتبه، وتم القبض على الاثنين دول وجاري ملاحقة الاثنين الهاربين في هذه القضية.